أشير أن رابح كان عسكريا في الحكومة العراقية وقد تضرر بسبب انفجار سيارة مفخخة في عام 2008. أود أن أسمع منك التفاصيل أكثر عن حادثة إصابة رابح وماذا يعاني الآن. السلام عليكم. أول شيء أشكر قناتكم، أشكر جهيدكم. أحب أطالب وأوجه يعني أي مسؤول أي أحد أنه يساعد هالضرير هذا، يعني ما إلا شرط فلوس، بس أريد أطلع من هاي الخيمة على مو سبب مرضه. سبب مرضه هو سيارة مفخخة بال 2007 طلعناه على سوريا وعلى حسابنا الخاص، والحمد لله والشكر يعني جينا والله بقى وهاي بالحياة، وعاف زوجته وأولاده بسبب الراتب. الحكومة العراقية ما عملت له أي شيء؟ لا لا لا، بس راتبه مال رعاية فقط، بس مال رعاية فقط ولا غيره ماكو، على حسابي الخاص صار لي سنتين ونص أعاني ما يعاني يعني الناس حالي من حال العالم بدون راتب، عاف حرمته وأطفاله، طفل عنده بسبب الراتب، ما حد يعني وقف معه ولا حد اطاع. أشتغل يعني اجيب له، ما اشتغل ماكو، يعني حصل علينا الدقاير، حصل علينا المواد، كانت الطحين، شكر، مولدة، علاجه الخاص، هذا كله من عندي انا، واني وحدي يعني اساعده ابوه واخويا، وعاف حرمته وطفله بسبب الفلوس، يعني يا ريت يرجعوا له راتبه. صار لنا سنتين ونص محصورين وبيتنا وقع، ما ظل لنا شيء يعني، وانا اريد اوديه يعني لامي وابويا، اوديه يعني امي يقومون شويه بالواجب. هاي صار لي 8 سنوات يعني معه، يعني انا اغسل له، انا اوديه على الحمام، انا اسبح، ما يخالف اخويا، بس هاي الخيمه ما تلوق، يراد له بيت، يراد يند الطريق شويه يعني. البرد تزوجت مشان تخدم؟ ما زوجت، تأخرت هاي 8 سنوات بسبب أنا مو حتى لا أعوفه، وأقول خطية زيت حملي على غيري، يعني متعلم عليه يعني من أول ما انضرب لي حد. أبوك وأمك وين؟ بأربيل بدأوك. خواتي بأربيل. وأنت ما فيك تبعتهم على دهوك؟ ما يقبلون، يقولون إلا تجي لجنة، وأي كل ما هذه يقولون إيه ما لجنة، أروح أقف بالباب. لجنة إيش تشوف فيه؟ يقولون يعني دكاترة. هسه هاي صار له 16 يوم بدون أبرة، عنده حالة نفسية، يريد يروح على التواليت، يروح هيك، يروح كل مكان يفتر. أم إذا بيت يظل مكان وحده ويندل، يعني تقرا من المغاسل وهذه يندل بوحده لحاله يعني. وهسه يعني إلا يقوم قاعد من نص الليل، قوم يا نوار روح ودي على ما تكرم، روح ودي، ما في أي شيء. خلينا نسأل أخوك الكبير كمان عن الوضع النفسي. أخي إذا تحكي لنا عن الوضع النفسي، شو هو شيزوفرينيا؟ انفصام بالشخصية؟ الوضع النفسي الدكتور مالته موجود حاليا، هو دكتور رضوان التحافي اللي هو بأربيل، كان بالموصل سابقا مقيم، فحالته النفسية يعرفها، عنده أبر إذا ما يضربها ينفصم شخصيا، وتصرفات غير لائقة يعني. صوري مرات يقول أنا ابن زيد من الناس اللي ذكرت لك إياهم زين، فما أريد نذكر هذه، وينزع ملابسه أو كذا، أو يصرت تصرفات غير لائقة، بالليل يقعد يفتح باب خيمة مع جارنا، قد يجوز الناس تخاف. هذه هاي هسه كتبوا لي إحالة وين على حسن الشامي، الدكتور كتب لي. زين دكتور حسن الشامي شو يسوي؟ إحنا نريد نحيل الأربي، لأن البرد هذا يأذي الجسر مالته، الجسر اللي موجود هنا، الشظايا اللي بداخل عينه تأذيه، ف تخليه يتصرف تصرفات غير لائقة. ما يعني ايش اقول يعني، متعب اخوه، متعبنا كليتنا احنا هنا، بس الناس ما نعرفه. اكو ناس من الجار يعرف حالته، يقدر الوضع، وكل اللي ما يعرف. فتعرفين نزحنا من عدة مناطق، مو منطقة واحدة حتى نقول كلها تقدر. هاي فهذا اللحظة هاي انطوني، فدريد احيل الاربيل على الاقل هناك شوية، اخوه هم يرعى بالمستشفى، وبنفس الوقت خواتي موجودين باربيل هناك، يقعدون يغسلوا له ملابسه شويه، مداراة، بعض المداراة اللي يقدروا عليه، يخففوا معاناة اخويا الاصغر مني اللي يداري. اخوك نوار؟
نعم. نوار ورابح ساكنين لحالهم. نعم نعم، وانا خيمتي المجاوره انا واطفالي هم سته عندي و... طيب انا خليني احاول احكي مع رابح اشوف هو ايش يقدر يوصل، يقدر يوصل اي شيء من معاناته. احكي رابح، انت شلون شايف وضعك بالمخيم ومين هون يداريك؟ ايش ناقصك؟ حابب تروح لعند امك وابوك وتشوف اهلك؟ طبعا طبعا اريد اروح لوالدتي، اريد اروح يم والدي، اريد اروح يم خواتي يم اخوتي، هاي وحدة أريد أشوفهم، مشتاق لهم وحشهم. اثنين أنا أخويا ما يتعب وياي، وغادي أم غادي إذا يجوز بقية أخوتي يدعقوا علي مو ولا يعني هذا متعب وياي هواي لي حين ما أفتح إن شاء الله، وإذا فتح ما أعرف بيش أجازيهم. أشكرهم. تتذكر ابنك رابح؟ تتذكر ابنك؟ ها؟ تتذكر ابنك اللي راح مع زوجتك؟ أتذكر، أنا من رحبات الزواج يعني من جاء طفل أنا ما أشوف. ما شايف. ما شفته أبدا. لا لا ما شفته. اشتقلوا؟ إيه طبعا. إيش عندك رسالة تحب توصلها للمسؤولين، للناس اللي مسؤولة عن المخيم، إنه يحاولوا يطالعوك من هون؟ ما أريد علاجي بس الأبرة، وأريد أن أوصل، أريد أقعد ببيت استقر، هذا الصوت اللي أريد أوصله. البرد يأذيك هون؟ إيه والله ما نتحمل يعني بالليل ما نتحمل. أخي حتى لا أني ولا أهلي. حتى رابح صار يحس انه هو عبء عليكم. تمام تمام، هذا شعوره هو شي يسوي، بس ما يقدر، ما بده يعني، هذا اللي يقدر عليه يسوي واللي احنا نقدر نسويه، لان احنا محصورين داخل مخيم، مو تقولين برا بيت مستقر او هذا نقدر نودي نجيبه نرعاه علاجات دكاتره، وبنفس الوقت والله العظيم حالته الماديه ماكو هسه يعني دينار واحد ما بجيبه، يعني انا انتظر على التقاعد وهل اقدر اللي اساعدهم وياه اساعدهم وياه، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وجوي زاروا أهلي يعني أمي أبوي زاروا وشافوها، بس ما يقدروا لا يسووا شيء ولا هو اللي دا يقدر يسوي شيء، هذا طفلة يعني صغير هويته. أنت سميته يوسف؟ إيه أنا سميته. أنت تحب اسم يوسف؟ إيه. وين ساكن يوسف هلا؟ بالقاصية. ليش راح يوسف؟ سبب. ليش راح يوسف رابح؟ آه. ليش راح يوسف؟ ليش تركت يوسف؟ لا ما يتركني والله، ما بدي ارجع هسه راح اجيب وجه سبب الراتب فلوس ما عنده مصاريف اللي يقعد يرعى بيها. الحكومة العراقية شو كان لازم تعمل لك لحتى يوسف ما يتركك رابح؟ والله هي الظروف لو الحكومة قدمت له راتب زوجته كان رح ما ترجع. ايه ترجع. زوجته ما انا متزوجه بس اخذت ابنها وراحت بسبب يعني الفلوس، ماكو يعني مين تجيب له، يعني تريد له مستشفى، تريد له حفاظات، انا ادار عليه، يريد له جقاير، ويراد له اوبر، ويراد له تاكسيات، ويراد له ملابس، هاي كلها علي يعني، حتى المنطقه كانت تشهد علي، انا ما ماذي احد ولا هو ماذي احد. هاي جوارينا هم من يعرفون اللي واقفين وراك يعرفون. الزوج يقول انا اريد رجل يصرف علي، ما اخوي اللي يصرف علي. تقول اريد رجل هو اللي يصرف علي. تقول انا اريد رجل يصرف علي مو اخوي اللي يصرف علي، لانه اذا زوجها يصرف عليها احسن ما اخوه يصرف عليها، لانه بتعبه وبضرره بوظيفته يلي هو كان عنده راتب، هو بحساب اخويا ما مو جيراني، يلي اخوي الكبير يبكي انا ما ابكي عليها، يلي ما باقي شعر بجسمي اذا ما واقف عليه على هالحاله، اللي هو جاي يحكيها يقول مشتاق لامي اريد اشوفها، بس انا اخوي يريد يشوفها، اختي يلي صار لها 8 سنين ما شايفها، هو اخوي الكبير ما يريد بانه هو يريد يطلع، يريد بس من الناس يستقبلوه، يلي هالضرير هذا حتى يقعد بيته بوحده يقدر يندل طريقه وين تواليته وين بداخل البيت، البرد هنا بالليل ياثر عليه لانه لسبب عيونه بعد جرح بيه اخضر، جرح اخضر بيه هذا العين، البلاتين اللي هو بقصته، البلاتين يصل برد يعني، اذا كان بالرجل الشخص اللي عندي اخوي عنده بلاتين بالرجل لازم يلفها ببطانيه بالليل يلي يقدر يمشي،
هذا بلاتين براسه، وهو راسه بس مجرد جلد مغطي البلاتين هذا. يعني رابح ضحى ب هاي صورته قبل ما قبل الحادث. انا قبل الحادث لو المصور يساعدني ويشوف صورة رابح شلون ضحى بعيونه بحياته مشان الحكومة العراقية، مشان الدولة، مشان الشعب. واليوم رابح يحتاج لكل هدول مشان يقدر يكمل حياته كإنسان. هذا أنا يطلعوا لي بطاقة ذكية يعني تقاعد. يطلعوا لك، يطلعوك أخوي إن شاء الله. أعطي لأمي لوالدتي وأدز بعوالد زوجتي.